مرحبا بكم، يوم جديد وفيديو جديد. اكيد شكون اللي ما تلقاش بهذا الفيديو اكيد الاشاري لريلام او ريلمي 55 سي 55 على شاشه التلفزيون او حتى على الانترنت، حيث اطلقت شركه ريلام العلامه التجاريه للهواتف الذكيه الاسرع نموا في العالم هاتف ريلام او ريلمي سي 55 سي 55، ويعتبر سي 55 بطلا للفئه حيث يتميز بكاميرا بدقه 64 ميجا بكسل وشحن سريع سوبر فوك بقوة 33 واط وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت، كل هذا في مظهر عصري وفريد من نوعه مستوحى من سان شاور. ويوفر هاتف ريلام أو ريلمي سي 55 تجربة هاتف محمول متكاملة بسعر معقول في الجزائر ابتداء من 39,999 دينار، أي 4 ملايين سنتيم بالنسبة للصنف 8+256 جيجا بايت، وبسعر 35,999 دينار أي 3 ملايين و600 سنتيم بالنسبة للصنف 6+128 جيجا بايت في متجره الرسمي علي إكسبرس. وأوضح البيان الصادر عن الشركة وتسلمنا نسخة منه أنه 4 تحسينات فريدة من نوعها في الفئة: الكاميرا، التخزين، الشحن والتصميم. وأعلنت شركة ريلمي في وقت سابق من هذا الشهر رسميا عن تحديثات استراتيجية للسلسلة سي لتقديم منتجات مزودة بميزات جد متطورة في هذا المجال من ناحية الكاميرا، التخزين، الشحن والتصميم. واليوم يستفيد أول منتج من هذه التحديثات وهو هاتف ريلمي سي 55 والذي يكسر حاجز السعر تقديم الكاميرا الوحيدة بدقة 64 جيجا بيكسل ميجا بيكسل عفوا في هذه الفئة. ويأتي الهاتف الجديد مزودا بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسة بالأبيض والأسود بدقة 2 ميجا بيكسل. وهاتف سي 55 هو أول منتج من سلسلة سي يتميز بمستشعر OV 64B الرائد بحجم 0.7 ميكرومتر بيكسل وصيغة بصرية 1/2 بوصة، وهو نفس المستشعر المستخدم في جي تي ماستر إديشن أو ريلمي جي تي ماستر إديشن. وبالمقارنة مع الهاتف السابق سي 35 أو سي 35، يتميز سي 55 بزيادة في حجم المستشعر بنسبة 54% وتحسين بنسبة 53% في وضوح الدقة. وبالإضافة إلى ذلك تعمل أوضاع الصورة والفلتر المبتكر على تحسين تجربة الكاميرا، وباستخدام تقنية التصوير برولايت تعمل كاميرا سي 55 على تحسين الدقة بشكل فعال، كما تعزز بشكل كبير القدرة على إلغاء الإضاءة المرتفعة مما يحافظ على تفاصيل الصورة بدرجة أكبر في ظروف الإضاءة المنخفضة. وهكذا كان إطلاق هاتف سي 55 في عدد من البلدان الأسيوية. للتعريف بخصائص هذا الفيديو خصوصا خصائص هذا الهاتف أقول، ويتميز سي 55 بسعة 16 جيجا بايت درام و256 جيجا بايت روم، وهي أكبر مساحة تخزين في فئتها، وتدعم توسيع الذاكرة حتى 1 لتجربة مستخدم طويلة الأمد وبفضل تقنية DRE المتقدمة. ويقوم سي 55 بتوسيع ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجا بايت حتى 8 جيجا بايت لبلوغ 16 جيجا بايت، وتزويد المستخدم بتجربة فريدة من نوعها. ومن خلال فهم احتياجات المستخدمين يعمل سي 55 على تحسين أداء البطارية بفضل الشحن السريع سوبر فوك بقوة 33 واط في الفئة، والذي يمكن شحنه بنسبة 100% في ظرف 63 دقيقة فقط. ومقارنة بالهاتف الذي سبقه سي 35 الذي يوفر شحنا بقوة 18 واط، يعمل الهاتف الجديد سي 55 على تعزيز سرعة الشحن بشكل كبير بنسبة 100% من البطارية أو بطارية ضخمة بقوة 5000 ملي أمبير في الساعة، مما يسمح بشحن الجهاز بكل راحة. ليبقى سي 55 الأكثر جذبا في الآونة الأخيرة في فئته ويكون البطل في كل شيء.